معاهدة حظر الأسلحة النووية المتوسطة وقصيرة المدى التي انتهى عقدها بعد أن أعلنت واشنطن عدم رغبتها بتمديد هذه الاتفاقية مع موسكو تعني عودة فعلية لسباق التسلح وكذلك انطلاق جبهة للصدام بين روسيا وأمريكا. فأوجه السباق تتجلى بصورة واضحة بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي أكد فيها أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الدفاع الصاروخي ستدفع روسيا لإنتاج أسلحة فرط صوتية. فالمعلومات تشير أن الأسلحة الروسية هي مركبات انزلاقية فرط صوتية يقال أنها قادرة على السفر حول العالم بسرعة تفوق سرعة الصوت 20 مرة، كما أنها ذو قدرة نووية. إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الدفاع الصاروخي يدفع روسيا إلى تطوير الأسلحة فرط الصوتية، ويجب علينا إنتاج هذه الأسلحة ردا على قيام الولايات المتحدة بنشر منظومات الدفاع الصاروخي والتي من شأنها مستقبلا تعطيل قدراتنا النووية. تجاهل أمريكا للتهديدات الروسية بإنهاء معاهدة ستارت يصفه الخبراء الروس إنه جزء من السياسات الأمريكية التي ينتهجها البيت الأبيض والمتمثلة بالاستمرار بسياسة القطب الواحد المتحكم والفارض لإرادته في القرارات الدولية. وهذا الأمر بات الكرملين لا يتقبله في السنوات الأخيرة الماضية بعد أن أصبحت روسيا تجدو بنفسها الند الحقيقي والقاضي على أحادية القطب التي سادت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجعل سباق التسلح يعود وبقوة، واعتقد ان الكرملين يعرف جيدا ان الانصياع للرغبات الامريكية ستجعله يكون متأخرا في الجانب العسكري تجاه واشنطن. دعوات بوتين الأخيرة تؤكد أن الكرملين أنهى مسألة القطب الواحد من خلال تحرك روسيا برؤية لا تعير فيها أي اعتبار لواشنطن. الأسلحة الأسرع من الصوت تجعل من الولايات المتحدة متخلفة بشكل مخيف عن روسيا، هكذا يتحدث الخبراء العسكريين الروس. فروسيا باتت تمتلك صواريخ تتحرك في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي وكذلك عبر للقارات بسرعة تفوق الدفاع الصاروخي الأمريكي بمقدار يقدر 20 ضعفا، وبالتالي لا توجد هنا أنظمة دفاع صاروخية في العالم يمكنها اعتراض المناورات على أهداف تفوق سرعة الصوت. وهذا الأمر يؤكد قدرة السلاح الروسي على نظيره الأمريكي حسب المعطيات. هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عقد مؤخرا مع الشركات المصنعة للسلاح بأن روسيا تمتلك أسلحة متطورة لا يوجد لها نظير في أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة. وهنا تجدر الإشارة بأن الأسلحة الفرط الصوتية التي دخلت في الخدمة العسكرية الروسية قد حملت مسميات أفانغارد وكينجال من أمام مقر وزارة الدفاع الروسية في العاصمة موسكو. محمد عماد، قناة راحة الفضائية.